أصوات علت من الجزائر. نعم لاستقلال الشعب الصحراوي، لا لانتهاكات حقوق الإنسان على أراضيه. الندوة الدولية السادسة حول حق الشعوب في المقاومة، أكد المشاركون بها على ضرورة احترام المواثيق الدولية ذات الصلة بالقضية الصحراوية كقرار محكمة العدل الدولية لسنة 1975 والكف عن التواطؤ مع الاحتلال المغربي. عندنا نندد وندين تواطؤ فرنسا مع المغرب ودعمها المطلق لمواقفه وممارسته التعنتية، كما أندد بقوة بمواقف إسبانيا وتخليها على مسؤوليتها التاريخية. الرئيس الصحراوي إبراهيم غالي وأمام قرابة 30 بلداً مشاركاً أكد على دور الاتحاد الإفريقي في التعامل مع التطورات التي شهدتها القضية الصحراوية في الآونة الأخيرة. إننا نفهم بأن الاتحاد الإفريقي يجب أن يتعامل بكل صرامة مع انضمام المملكة المغربية إلى المنظمة القارية، فلا مجال للانتقائية في تنفيذ الالتزامات التي تنجم عن هكذا قرار. الاتحاد الأوروبي فاعل آخر في القضية، فالرئيس الصحراوي نوه بضرورة دعم أوروبا لمساعي المبعوث الأممي إلى المنطقة. كما أن الاتحاد الأوروبي مدعو إلى تبني موقف واضح وصريح لدعم جهود الأمم المتحدة التي يقودها الرئيس الألماني الأسبق هورست كوهلر. وبالمناسبة ونحن نجدد استعداد الطرف الصحراوي للتعاون مع هذه الجهود، فإننا نطالب مجلس الأمن الدولي بأن يجسد دعمه لجهود المبعوث الشخصي ميدانيا. حضور هؤلاء للندوة ليس من أجل الكلام وحسب، لأن زمن الكلام قد ولى، فالكل هنا يدا واحدة لاستقلال آخر المستعمرات بإفريقيا.